حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج صوتكم، البرنامج اللي نوجد بقناة الرافدين حتى نسمع آراءكم، نسمع أصواتكم، نسمع تقاريركم، نسمع اللي أنتم تريدون تقولوه، مناشداتكم، رسائلكم، أي شيء تريد تقوله في برنامج صوتكم نوجد لهذا الأمر. قضية اليوم راح نتكلم فيها عن شغل الشاغل للعراق ولأغلب أهالي المناطق الشمالية والغربية، قضية المخفيين قسرا. تابعونا بعد الفاصل. سابقا تم استلام 125 جثة مجهولية الهوية، والوجبة الثانية 75 جثة مجهولة الهوية، والآن 31 جثة أيضا مجهولة الهوية بضمنهم امرأتان اللي هم من ضواحي بابل ومن جرف النصر، اللي هم دول المغدورين اللي بيهم مذبوحين اللي لقيناهم حسب ما هسه بالغسل، وبيهم مضروبين الرصاص، وبيهم كبار وبيهم صغار وبيهم نساء. احنا كمؤسسة خيرية وقيمت بجلب هؤلاء المجهولين الهوية واللي هم من شمال بابل من جرف الصخر سابقا، كانوا موجودين في ثلاجة بابل من سنة 2014-15-16. عبد الرعد، شنو دورك بعد بالدعم اللوجستي؟ نضل مستمرين احنا بالدعم اللوجستي. الوجبة الأولى 50 نفر، والوجبة الثانية تقريبا 21 نفر، يعني مجموعهم 71 نفر، أغلبيتهم من جرف الصخر. يعني من 2014 الجثث بالثلاجات في بابل، ويعني أطفال، ويعني لقيناهم بالكراتين الأطفال مقطعين. احنا ندعو على كل شمال بابل وعلى كل واحد يقول أنا عندي ولد مفقود يجي يتابع مستشفى بابل، وبعدين مستشفى البابل توجه الى كربلاء يم راعي الشوك لمن ياخذ المصطلحات الكامله من الصور ومن الدي ان تي حتى نجيبه للمقبره ونقول له ابنك رقم 51، ابنك رقم 49، 48، 30. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. بدايه أي شخص يحب يتصل بينا، رقم الاتصال يظهر أسفل الشاشة حاليا، 3 أرقام، اختار أي رقم واتصل به. وعندنا برنامج الواتساب، اللي ما يقدر يتصل يقدر يدزلنا رسالة، أتمنى أن تكون الرسالة متبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقراها للسادة المشاهدين. وأنوه عناية السادة المشاهدين إلى أنه برنامج الواتساب ما أقدر أستقبل به اتصالات نتيجة أنه البرنامج ما مربوط مع الكنترول، ولهذا السبب أتمنى أي شخص يحاول يتصل على هذا الرقم في البرنامج يعذرنا إن ما ردينا عليه، لأن ما أقدر أستقبل ذلك الاتصال. قضية اليوم هي حملات الدهم والاعتقالات الحكومية والمخفيين والمغيبين قسرا. قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين اليوم أصدر بيان، البيان يقول أنه حملات الدهم والاعتقال الحكومية طالت أكثر من 700 عراقي بمختلف محافظات البلاد. يعني إحصائية جديدة يعدها قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين في العراق، هاي الإحصائية تقول أنه الأجهزة الحكومية نفذت 143 حملة دهم واعتقال معلنة، أركز معلنة، وخلال شهر آب أغسطس عام 2019، يعني بشهر واحد 143 حالة دهم واعتقال، نتج عنها اعتقال 712 مواطن إضافة إلى مقتل 37 شخص. رافقت هذه عمليات القتل أثناء عمليات الدهم والاعتقال. الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين أوضحت ببيان أصدرته بهذا الخصوص
انه حملات الدهم والاعتقال اللي صارت هذه توزعت على 14 محافظة من محافظات العراق، يعني 4 محافظات بس سلمت من هذه القضية. ونال النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية كثير من الأشخاص أثناء هذه العمليات. وبين البيان أو هيئة علماء المسلمين بينت في بيانها أن محافظة بابل جاءت بالمرتبة 1 ب141 معتقل، وكانت العاصمة عاصمة الرشيد بغداد بالمرتبة الثانية ب122 معتقل، وبالمرتبة الثالثة اجت محافظة القادسية ب93 معتقل، رابعا كانت محافظة نينوى ب80 شخص، خامسا ديالة ب63، سادسا الأنبار ب57، سابعا صلاح الدين ب41، ثامنا ذي قار ب35، تاسعا كربلاء ب26، عاشرا ميسان ب19 معتقل، رقم 11 جت البصرة ب15 معتقل، تلتها محافظة النجف ب13 معتقل، وكانت بالمرتبة 13 محافظة المثنى ب5 معتقلين. أما محافظة التاميم ذيلت القائمة رقم 14 ب2 اعتقلوهم. البيان نوه أنه هذا الإحصاء يقتصر على العدد المعلن، هذا اللي أعلنته وزارة الداخلية أو القوات الأمنية من وزارة الدفاع أيضا، ولا يشمل أنه هذه الإحصاءات اللي هو 700 شخص أو 712 شخص ما تشمل المواطنين اللي اعتقلتهم وزارة ما تسمى مستشارية الأمن الوطني اللي ما تعلن، ومكاتب ما يسمى مكافحة الإرهاب أو مكتب رئيس الحكومة الحالية. وأوضح البيان أنه هاي اعتقالات نوعية يكون التكتم عليها على قدم وساق حتى ما حد يعرف مصير هؤلاء اللي يعتقلون، مو من وزارة الداخلية والدفاع، هذول يعلنون عنهم أرقام بسيطة، لكن الوزارات والهيئات والمكاتب الأخيرة. أم أحمد وياي؟ أم أحمد أتمنى ترجعين تتصلين بينا. عفوا. قسم حقوق الإنسان أيضا بالبيان لفت الانتباه إلى أن الإحصاء ما شمل الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة اللي تقوم بها ميليشيات الحشد، وحملات الاعتقالات اللي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الكردية بمسمياتها المختلفة، البيشمرقة، الأسايش، الباراستن، الزانياري وغيرها، في محافظات ديالة والتأميم وصلاح الدين ونينوى. فضلا أن الاعتقالات اللي تشنها هاي الأجهزة بمحافظات السليمانية وأربيل ودهوك. والهيئة قالت بهذا الصدد أنه يعني تحصي هاي الأعداد الكبيرة من المعتقلين في بداية كل شهر بحملات ظالمة حولة العراق وبشهادة العالم أجمع. يعني قسم حقوق الإنسان وأيضا هيئة علماء المسلمين شبهوا العراق ببيانهم بسجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية. أم عبد الستار من الموصل حياك الله. أم عبد الستار؟ نعم معك. تفضلي أمي. يا بتسلم عياتك، كانت على مود زوجي أنا اعتقلوا يعني من الجانب الأيمن 25/1/2017. نعم. داعش أخذوا من البيت. زوجك لو يا أشخاص آخرين قصدي؟ شلون يا با؟ أكو ناس وياه يعني لو بس زوجك أخذوا؟ لا خذوا زوجي من جانب الايمن. نعم. من البيت. نعم. اي ما نعرف كل شيء عنه، يعني مع التحرير اللي جانب الايمن. زين، من 2017 واحنا هسه على اعتاب نهايه 2019، من تسالين عليه شو يقولوا لك؟ والله وين ما اروح اسال ما حد يعطيني يعني خبر عنه. شو يقولوا لك؟ يعني انا شوف يقولوا لي ما نعرف شيء عن هذول، خل رحت على طليب نحمر يقول والله ما عندنا معلومات عن يعني لخذوا داعش. نعم. اي والله وخذوا ما نعرف كل شيء عنه، يعني قبل ما تحررنا ب20 يوم اخذوا من البيت، هو متسب وموظف، يعني موظف وين؟ وزارة العمل شؤون اجتماعية بجنح داس. نعم.
والله يا ابو ما نعرف انت يعني انت تشكين بجهه معينه هي اللي اخذته؟ هو داعش، هذول داعش فاتوا علينا وخذوه بالليل الساعه 9 بالليل اخذوه من بيتنا. نعم اي والله. وما تعرفين شيء عليه من يومها ولا لقيتوا له اثر؟ هذاك يوم وهذا يوم، لا ما عرفت شيء عنه. نعم ان شاء الله ام عبد الستار ان شاء الله يرد لك سالم ابو عبد الستار وتطمنون عليه يا ربي، وان شاء الله يكون حاله كويس وما تعرفين قد يكون تايه بمكان ما، وان شاء الله احنا انت صوتك وصل، واللي يعرف شيء عن ابو عبد الستار اللي انفقد في الجانب الايمن من الموصل اثناء ما يسمى بالتحرير لمدينه الموصل ان شاء الله يبلغك. شكرا شكرا لك ام عبد الستار. رانيا من بغداد. مرحبا اخ اسد. اهلا وسهلا اختي، تفضلي. كيفك اخوي؟ ان شاء الله بخير. تمام الحمد لله، تفضلي اختي. اتمنى منك اخوي قبل ما احكي تنطيني الوقت الكافي. تفضلي. يعني اريد احكي عن الظلم اللي احنا بنشوفه بالعراق، واللي بنسمعه مو بس بنشوفه بنسمعه. نعم تفضلي. يعني انا موضوعي السجناء اللي موجودين في السجون، نعم. اللي هي نقدر نقول عليها سجون الظلم والسجون السريه والسجون اللي بما يدعي سجون الميليشيات. طيب انا اريد اعرف شغله، شنو الفرق بين نظام صدام والنظام الحالي؟ امي ستر الله على صدام، يقولون صدام دكتاتور، والله امي لا تزعلوا من عندي قنبله صدام تجواهم. يا اخي كان اكو مقابلات، ما كان في رشاوي. كانت في ديمقراطيه، اللي يقولون هم ماكو ديمقراطيه، هسه ماكو ديمقراطيه، هسه اللي يحكي ويجيب طاري ثم الساعه بعد نص ساعه يكون بيته يعتقلوه من بيته. وين الديمقراطيه اللي يحكون عنها؟ وين رجال الدين؟ وين العمايم اللي لابسينها ويحشون بالدين؟ نعم. شلون يناموا اكو واحد سجين مظلوم تحت التعذيب ياخذون منه الافاده وينحكم مؤبد وينحكم اعدام؟ وين الدين اللي قاعد يحكون به؟ وين كل واحد عمران فطول مال 12 حاطه على راسه ويحكي لي بالدين؟ وينهم؟ زين يقولون قبل صدام دكتاتور، هسه 100 حزب، قبل حزب واحد، حزب البعث، هسه 100,000 حزب موجود بالعراق، حتعرف ايش عيبهم؟ عيب الشيطان الخير، حطلع معه وقال انا امثل الحزب الفلاني. إذا أنت ما تنتمي لهذا الحزب معناها أنت ما تكون خيرك بالعراق. زين احنا نريد نعرف منو، وين الحكومة؟ وين اللي قاعدين على الكراسي؟ شنو قاعدين؟ شبشوبة حاطين واحنا على الكراسي؟ من راح العراقيين وانتخبوهم، شنو انتخبوهم؟ غير يمثلون الشعب؟ شنو سووا للعراق؟ انطيني إنجازات الحكومة من 2003 لحد الآن، شنو سووا؟ مي؟ كهرباء؟ التعليم اللي رجع للأسرة البدائية؟ شنو الطرق؟ الجسور؟ بنون ابراج؟ شنو اللي سووه للعراق؟ اشوف كل من يخطط جيبه ويمشي، تروح للدول المجاوره ارصدتهم متصل ملايين الدولارات، اوكي؟ والبلد اللي احنا نحلم لا بذاك الزمن ولا بهذا الزمن نشتريها، صاروا يشتروها، منين يشتروها؟ يشتروها من فلوس فلوس العراقيين اللي قاعدين يدورون لهم وظائف، اللي قاعدين تحت الشمس يطاهون يردونهم وظيفه. مو كافي احنا سكتنا بما فيه الكفايه، يمتى يفتحون؟ يمتى شويه يخشون على دمهم ويقولون كافي لضغطنا السود اللي نطلع نعطي الشعب لهم ونعطيهم شويه حظ؟ المتقاعد ماكين سياره، المريض بالمستشفى ماكين هواء، اليتيم ما نعطينا حقه، زين احنا يعني كم دوب نظل ساكتين؟ كم دوب احنا نظل ساكتين؟ احنا بس فاتحين نطلع نطلع على حسين وعلى العباس؟ احنا هاي حكومه من لطم جاهزين، ما حد يكتب ما حد يلحق عليهم باللطم. بالنظر يقعدون يضبطون يحسون قراياتهم ويقولون كلهم هذول الحديثين، بس احنا بالدين ايش ماكو اخوي؟ احنا بالدين ما نطبطين، الاجانب صاروا يطبطون الدين احسن من عندنا، عندهم انسانيه احسن من عندنا احنا. فلا يقعدون ويحسون وكل ما يطلع واحد حكى وقالوا عليه بعثي صدام، لا ما في واحد بعثي صدام. بس الشعب كان مغفل وانتقض صدام وجاب هذول الغزاله السفله حطهم يمثلون العراقيين، صرنا مضحكه للعالم. تروح للعالم يقول لك انت شيعي لو سني، عرفهم بالعالم بالشيعه والسنه، من ورا تلفزيوناتهم ومن ورا الاعلانات مالتهم يحطوها. كافي كافي شهر الحرام، انا ايش شهر حرام؟ شهر حرام يحرمون به كل شيء بس يحللون به المتعه. شهر الحرام من قاعدين السجناء ماكين هوا ماكين هوا وماكين سجن، اوكي؟ والناس قاعده مو لاقيه لها تلف تصرف وهم قاعدين يتمتعون ياكلون ويشربون، اذا نحن كم دوب يا اخوي؟ كم دوب؟ كافي متعبني. يعني ماكو بيت ما عنده واحد مقتول، ماكو بيت ما عنده واحد مختطف، ماكو بيت ما عنده واحد سجين. كافي.
كان في يعني احنا نريد اجى الدور اللي احنا نحكي، انتوا احكوا يا اخي، انتوا اعلاميين احكوا، قللوا البرامج اللي انتوا جاي تطلعوها، كسروا هاي البرامج من اصوات اخوانكم المسجونين، اخوانكم اخوانكم المرضى بالمستشفيات مو لاقين ادويه. واني اشكرك، اشكرك على سعه صدرك، وانا ممنونه من عندك وممنونه من كل الكادر، واشكرك يا اخوي. شكرا 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 لك اخت رانيا. بدايه اخت رانيا لا شكر على واجب، البرنامج نوجد حتى نسمعكم، حتى توصلون اللي انتم تريدون تقولوه الى الناس. الرساله اللي انت وجهتيها الى الشعب العراقي هي رساله ملفته من مواطنه عراقيه، انه ما نضل نحكي بطائفيه، وهذا البرنامج وغير برامج قناه الرافدين وبيانات هيئه علماء المسلمين، بيانات اي جهة معارضة لما يسمى بالعملية السياسية اللي جتي بعد 2003 وجدت لأجل أنه إلغاء الطائفية وأن يكون الشعب العراقي شعب موحد، لا أكو بيها واحد يحكي بسنة ولا بشيعة ولا بكرد ولا بعرب ولا بصابئة ولا بيزيدية ولا بمندائية، نحكي بهويتنا العراقية، نحكي بجوازنا العراقي وبغيرتنا العراقية. شكرا لك أخت رانيا، رسالة موجهة إلى الناس كلها من مواطنة عراقية صديقة للبرنامج. هيئة علماء المسلمين ببيانها قالت أنه 712 شخص اعتقل، لكن حالات الاعتقال رافقها 37 حالة قتل. أنا هنا أريد أسأل سؤال، أتمنى السادة المشاهدين يجاوبوني، يعني شنو فائدة القضاء، شنو فائدة القوانين، شنو فائدة الأعراف، شنو فائدة وجود شرطة، شنو فائدة وجود محققين إذا كانت العمليات تصير بها 37 حالة قتل؟ يعني أكو قاعدة قانونية نظل نقول عليها، البريء يعني عفوا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، زين انت تقتله 37 واحد من 712، يعني غريبة. أم إبراهيم من الأنبار، تفضلي أخ أمي. السلام عليكم يا أبويا. هلا بيك. أنا عندي مشكلة، ابني صار له سنتين أخلوه جت جهة وخذته، وضحينا وإحنا ندور له يا أبويا، وهسه كرمنا بالأنبار، وبروح أنا نسألهم يقول ماكو، ما عدا بالإرهاب، يقول ماكو ما موجود، وما خلينا والله يابا ما خلينا، وهسه بنا برقابنا وما ادري يابا وين اروح انطوج، وهاي صار له سنتين ما مبين عليه كل شيء، قالوا لنا برهاب الانبار، وروحنا سالهم ماكو، وين روحنا يابا وين؟ هاي مو حكومه يعني، روح لليهود احسن وخير، والله يابا مليانه، والله يا وليدي مليانه، ابني هو هالواحد وصار له سنتين وندور وماكو، ما خلانا نشفنا نفس وما جينا نحضر علي، قالوا برهاب الانبار ورحنا عليهم نكرى علينا، وانا اروح يا ابو وجهونا وانا اروح. ام ابراهيم ام ابراهيم اذا تسمحي لي، انت قلتي لي قبل سنتين وين اعتقلوا ابنك؟ اي والله من المخيم والسخام الجرابي اخذوه ذاك اليوم، وهذا بدايه ثالث سنتين. مخيم وين؟ ابو الجرابي. مخيم ابو الجرابيع. والله يا ولادي ما خلينا، والله ما خلينا. زين امي، سؤال منو اخذه اذا هو بمخيم؟ والله يعني يا يابا جانا بالوحده بالليل واخذوه مال الدياجي. منو اللي اجاكم؟ من هي الجهه اللي طبت المخيم واعتقلت ابنك وطلعت؟ والله يا ولادي مو بس ابني خذوه تجري يا ولحد الان كل شيء ما طلع منهم. زين سألتي إدارة المخيم هاي الجهة اللي طبت منه؟ ونقول ما نعرفه، نروح نسألهم ما خلينا، والله يا وليدي ما خلينا، وانكسرنا كفن أنا وأبوه، ما عندنا غير الله وهو. زين من تسألون عليه وإبراهيم ربي يرد لكم يا سالم، من تسألون عليه شو يقولوا لكم؟ يقولون خذت الجهة إمام علي. نعم كتاب الإمام علي قصدك. بعد عيني يا وليدي، وقالوا أن جاديهم لرهاب الأنبار وكلام موثوق، وروح نسألهم ونكروا عن يقول ماكو، يعني احنا وين نطجوهنا؟ وين ولدنا راحت بدون داعي؟ ابني ما ادري وين صارت في الدنيا يا وليدي، والله يا وليدي اخ يا يابا صار بينا الصار. نعم
اشكرك يا ولدي، شكرا شكرا يا ابوي. شكرا 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 لك ام ابراهيم. يعني اكو شغله، الله يعينها الام ابراهيم ويعين ابو ابراهيم وياها، بس اكو شغله من اداره المخيم واي اداره بالعراق مضحكه صراحه. يعني هم بمخيم بالوحده بالليل الطب جهه، الله الله يعلم هي المهم، هم كان لهم كتاب الامام علي الطب، وتعتقل وتطلع يسالون اداره المخيم يقول لهم ما نعرف هاي الجهه منو، عاد انتوا ليش حاطين كراسي وبيبان وقفاله ولابسين زي رسمي ورشاشاتكم بيديكم، انتوا منو لعاد اذا ما تعرفون هاي الجهه طبت منو؟ زين من طبت واعتقلت عندها امر قضائي ما عندها امر قضائي؟ لو هيته يعني السؤال هنا اللي ينطرح، مواطن نازح قاعد بمخيم هو وامه وابوه بالوحده بالليل، تطب جهه امنيه الى جهه ما مو امنيه، تطب للمخيم وتعتقله هو ومجموعه وتروح، اداره المخيم وين؟ يجون يسألهم يقول لهم ما ندري، يمكن كتائب فلان أخذوه، ويروحون يسألون على ابنهم ما يلقوا صار لسنتين. والحكومة العراقية وين؟ نرجع ونقول حكومة عادل عبد المهدي اللي صار لسنة، وذاك اللي مطلعون عندهم منجزات ما شاء الله. رعد من جرف الصخر حياك الله. رعد؟ ألو؟ ألو أخويا تفضل، اسمعني من التليفون. أوكي سامعك من التليفون. أي حبيبي تفضل. ألو السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام، تفضل أخويا. أنا من جرف الصخر. والنعم منك ومن أهالي جرف الصخر. عم الله عليك عيوني. ما نعرف ليش والله، ما نعرف ليش ما يرجعوني. ها أنت نازح، وين أنت هسه حالياً؟ أنا بابو غرين نازل هسه حاليا. نعم. إيه. نعم. تفضل. نازحين وما يبغى يرجعون، ليش ما ناجي أنا؟ إي والله. ماشي. شكرا شكرا لك اخ رعد. مشاهدينا ترى يعني تساؤل مشروع من مواطن من 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 قريه او من مدينه او من ناحيه او من قضاء، اي مواطن يكون ساكن في اي مكان لما يطلعوه من هذا المكان نتيجه وجود ظرف امني وينتهي هذا الظرف حسب الاقوال الحكوميه وما يرجعوه، تساؤل مشروع من عنده او من غيره انه انا ليش ما دا ارجع لبيتي، ليش ما دا ارجع لديرتي، ليش ما دا ارجع لهلي وناسي. تلقون العراقيين أباً عن جد أبهاتهم اشتغلوا وتعبوا وأجدادهم وبنوا بيوت وأسسوا، واللي عنده مزرعة واللي عنده شغل واللي عنده يشتغل بالفلاحة واللي يشتغل بالتجارة واللي بانين هاي المدينة ومستقرة المدينة عليهم، طلعوا بخفي حنين كل شيء ما حصلوا، يردون يرجعون ديرتهم، ليش ما حد يرجعهم؟ جرف الصخر صار لها أكثر من سنتين حسب ادعاءات الحكومة أنها متحررة. الأخ رعد هسه يقول أنا ليش ما أرجع لديرتي، ليش ما أرجع لجرف الصخر؟ ومو بس رعد، نازحين صلاح الدين كذلك، ونازحين نينوى، ونازحين الأنبار، ونازحين ديالة، ونازحين حزام بغداد، ونازحين محافظة التأميم، وأي نازح عند هذا التساؤل، لكن ما يرجع بالطريقة اللي دا ترجع بها الحكومة العراقية هسه، أن الطب للمخيم تركبهم باصات وياهم علاقة بها كم هدمة وتقول له أرجع ومدينته مهدمة، لا. المواطن لازم يعني لازم نعلمها للحكومة شلون تشتغل. المواطن هسه لما يريد يرجع لبيته هو نازح، وأنت يا عادل عبد المهدي وغيرك وغيرك قاعد تعين مستشارين وتعين وزراء وبرلمان دا يصعدون بالتزوير وغيره وغيره وغيره، ودا يقضبون رواتب ودا يقبض خطورة وما أعرف شنو، وبدل إفادات وبدل ما أدري شنو وبدل سكن وبدل حمايات، شغلكم أنتوا تبنونهم مدينتهم وترجعوها مثل ما كانت لأنه هم ما إلهم إيد بيها. أنتوا اللي قصرتوا بدخول تنظيم الدولة لهذه المناطق،
عادل عبد المهدي راح يقول مو اني، كان اكو غير رئيس وزراء بس انت جيت ورا. انتو نفس العملية السياسية، انت ما كنت وزير بس كنت مشارك بغير مكان. ونور المالكي هسه هو مو رئيس وزراء بس يريد يصير نائب رئيس جمهورية. ام قدوري من التأميم، عفوا من صلاح الدين، تفضلي امي. والله عندنا تقليد خذاهم من 6/3 2016. نعم يعني من 3 سنوات. اي تفضلي. اي والله واخذاهم ما عرفنا عنهم شيء. من هم اولا امي؟ قدور ابراهيم حامد ابنك. يعني وياد ابراهيم حامد. قدور ابراهيم حامد. نعم. وياد ابراهيم حامد. نعم. ام ما هي مشعل. نعم. وحمود خليل حامد نجرس. نعم. وراح وما اعرف عنه ما استعلي شيء. أم قدوري إذا تسمحي لي، بال 2016 من وين أخذوهم؟ ها؟ من وين أخذوهم؟ أخذوهم والله نازلين إحنا بالجزيرة، وأخذوهم كانت الجزيرة بصدر الأم جمل بحيرة السرتاء. نعم. تحرير الجزيرة أخذوهم. منو أخذهم؟ والله ما ادري، طلعت مشتركه واخذته وما اعرف من هو اخذهم. من تسالين عليهم شو يقولوا لك؟ سلام الحشد. ترى اسم الحشد والله تبعت ما خلات يقولوا لي ما موجودين وما ادري. نعم. اي والله. نعم. طلعت مشتركه وما اعرف من الجهه اللي اخذتهم. نعم. والله ما عندي حد غيرهم، هم غيرهم والله ما عندي حد. آمنت بالله. نعم. أي والله ونسوانهم دايحة، وجاء واحد عنده 8 جهال وعنده مرتين والآخر عنده جهال وما وقفت على سايتهم ليسا وبعض. وطلع بصورة على الرافدين وعرفته قدوري. نعم. أي والله عرفته باللي على الرافدين يشرب سيجارة. سوى على الصورة. والله يا أمي يعني صور المعتقلين كثيرة، يعني أتمنى أنه تخاطبين البرنامج أو تدزيلنا الصورة اللي أنت لقيتيها حتى نرد للجواب ونقول لك هاي وين موجودة وتسألين عنها إن شاء الله. والله البرنامج والله ما قاعد أحصلهم. إن شاء الله إن شاء الله، من تطلع طقي لها صورة ودزيها على رقم البرنامج وأنت بالبرنامج هسه أمي. شكرا 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 لك ام قدوري. قبل ما اخذ الاتصال اللي وياي، اكو اكثر من شخص زي يتصلون على برنامج الواتساب. ارجع واعتذر منكم اخواني الاعزاء انه برنامج الواتساب ما اقدر استقبل باي اتصال. اذا ما تقدر تتصل على الارقام اللي ظاهره اسفل الشاشه حاليا، تقدر تدزلنا رساله واتمنى تكون مطبوعه باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها للساده المشاهدين. ام ازهار من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها وبرامجها. حياك الله أختي. أنا أضم صوتي إلى الرسالة اللي انطتها رانيا. نعم. أنا أيدها بكل كلمة قالتها. أقول إنه إحنا من 2003 إلى هسه في عصابات قتل وتدمير وحقد دفين على كل إنسان حب صدام وكل إنسان حب ذاك العهد. إحنا عشنا حياة حلوة مع صدام، عشنا حياة ما بيها لا قتل ولا نهب ولا تسليب ولا بغض، وما خلى واحد جوعان ولا خلى واحد بلا ما هو، وانطى وعمر البلد وما باق ولا أخذ ويا انطى الإيران وما خلى إيران يخش ولا خلى أي واحد يتعدى على حدودنا. بالعكس كان العراق هو الجيش اللي هو يحارب للدول العربية كلها، هو كان يساهم بكل الحروب الموجودة، هو كان النفس الطيب العراقي
النفس اللي هي من ضد الإسلام كلها. لكن أي مسلم هسه أي دولة من هالدول الخائنة كلها، كل الدول العربية خائنة، ليش تتفرج على العراق وما يحلوا بالعراق؟ نعم. ليش؟ شنو اللي سويناه احنا حتى هم يتفرجون علينا؟ انا احترم كل انسان يحترم بلده وكل انسان يموت على تربة بلده، لكن مو شريف اللي هو يجي من برا ويأذي الناس، يجي من ايران، وهذا الكتل وهذا الانتقام كله من ايران وكله حقد على ايام صدام من كان ثاني. هذا البلد بناء عظيم وكان بالدرجة الثالثة بعد وكان جيشه بالدرجة الثالثة من بعد الجيوش، لكن مع الأسف شديد الخوانة ما خلونا. نعم. حزب الدعوة، حزب الدعوة الخبيث اللي هم كلهم يعني سفلة إلى إيران، كلهم حفالات إيران هذولا. حزب الدعوة، حزب الإسلامي، من وكل هالحفالات اللي جت لنا من إيران وأمريكا وإسرائيل. نعم. كلهم إسرائيل نفسها كانت خائفة من العراق. نفسها لأنه صدام انطاهم صواريخ وهددهم وخافوا، لكن احنا نقول يوم لك ويوم عليك، ان شاء الله يجي اليوم اللي ناخذ حيفنا من هالانذال اللي خربوا هذا البلد. وانا اشكرك. شكرا شكرا لك ام ازهار. بالنسبه الى رسائل واتساب، عندي رساله، اول رساله وصلتني تقول قناة الرافدين قناة عربية أصيلة ذات مصداقية ومهنية ونزاهة وشفافية. أخي العزيز، هذا واجبنا اتجاه إخواننا وأهالينا في العراق من الشمال إلى الجنوب، من زاخو إلى الفاو. السلام عليكم، عبد الخالق الناصر. قبل لا ينطبق القانون على الناس خلي أطبق القانون، أو خلي نطبق القانون على الفاسدين. صار سنتين من بدأوا بإزالة التجاوزات، ليش ما رتبتوا وضعكم؟ النظام والترتيب والقوة والقانون والخوف أحسن، خلونا بكيفنا، خربنا الدنيا، لا خلينا شارع ولا رصيف، هيك أحسن. عاشوا أهل القوة والنظام. وأشكر قناتكم الرائعة. شخص آخر داز إلى من يهم الأمر، صوت العراق، صوت المظلومين، صوت الفقراء. السلام عليكم يا أخوان، فقد زوجي أب لخمسة أطفال ومعيل لأب وأم، ولا لنا سواه، من مخيم أم الجرابيع من الموصل بتاريخ 3/11/2017. رسالة أخرى تقول السلام عليكم أستاذ أفل، المغيبين والمعتقلين الأبرياء ليسوا بمغيبين، هؤلاء تم اعتقالهم وخطفهم وتصفيتهم بالتنسيق بين الحكومة والميليشيات وميليشيات الحشد الإجرامي وبتواطؤ علني من قبل المرجعيات. تحياتي لكم، أخوكم أبو عمار من السويد. أخ أفل، هذا القتل الطائفي السادي ليس من ثقافة عراقيين، لولا فتاوى المعممين وتجار الدين والدليل الفيديوهات. أخي، فتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وكذلك فتوى نهب أملاك السنة وجعلها غنائم، وين آل البيت من هذا الكفر والإلحاد؟ لعن الله كل خائن ومنافق باع البلد والوطن. تحية لك أخي أفل، وتهنئة للمسلمين بذكرى العام الهجري الجديد. مأساة المعتقلين تستمر وتتزايد في ممارسات التعذيب والإخفاءات القسرية والتهم الجاهزة والكيدية، منها 4 إرهاب، والمخبر السري يتحمل كل من يمارس اعتقالات الأبرياء مسؤولية ونتائج هذه المأساة. لذلك وجبت الثورة على الأحزاب للخلاص من واقع الحال وإيجاد الوطنيين لحكم العراق. العراق بلد، كلمة مدى أقدر أفهمها، أقول حوبة الأيتام والأرامل وصوت الأمهات والمظلومات وحوبة الخرائر والمسجونين هي برقبة المرجعية والميليشيات والعملاء إلى يوم الدين. رسالة أخرى تقول إن ثورة الإمام الحسين بن علي بن طالب رضي الله عنه جاءت ضد الظلم والفساد والتكبر، وهي نموذج لثورة تصلح لكل زمان ولكل مكان. ثورة الإمام الحسين ثورة لا لإحياء ونهوض وهم الضمائر ضد الظلم والفساد والفجور. متى يا شعب العراق تثور على الفساد والظلم والتهميش؟ متى تحاسب مسؤوليك؟ تعلم من ثورة الإمام الحسين. كانت هاي رسائل الواتساب اللي وصلتني إلى حد الآن. قضية المغيبين وقضية المخفين قصرا هي قضية يعني العراق كله، لأنه قضية الإخفاء القسري بالعراق اليوم ده تتزايد، قضية أنه دا تتكشف أرقام يوم بعد يوم عن وجود مقابر جماعية، عن وجود دفن جماعي، عن وجود أشخاص مجهودي الهوية، يوميا دا تتكشف مجموعة من هاي المجاميع
والإنترنت ما خلى شيء بعيد عن الناس، فالحكومة العراقية شلون دا تتصرف ما أعرف. مصطفى السيد من مصر حياك الله. أيوة السلام عليكم أستاذ أفل. عليك السلام والرحمة والإكرام. مهلا، أولا أحيى حضرتك ونحيي منظمة أم القرى الخيرية العربية العراقية الوطنية. حياك الله. المنظمة الوحيدة، المنظمة الوحيدة اللي تنقل الحقيقة وصف صف الشعوب وصف المظلومين والفقراء والمهجرين والنازحين. الحقيقة يعني شهادة لله، نحن ما عندناش لا مناصب ولا عندنا فلوس ولا عندنا استعداد نزوره كلمة، لأن عار علينا، عار على شرفنا صراحة. فنحيي أساتذتنا وعلمائنا في هيئة علماء المسلمين ونشكرهم على دورهم الوطني والحقوقي والإنساني، وندعو الله عز وجل أن تتوسع دورها وتغطي الوطن العربي بالكامل بإذن الله تعالى. أما يا سيدي بالنسبة للمختفين قطريا، يا سيدي هم بيقتلوا الشباب عشان يزرعوا الرعب في قلوب الناس والشعب، والحقيقة كلنا معرضين لنفس القصة. هي الخطة اللي محطوطة أصلا تهجرنا من أوطاننا وقتلنا وتصفيتنا. هم عاوزين شعبي من العبيد يحكموه سواء في العراق أو في أي دولة أخرى، ده واضح، واضح وضوح الشمس. وهناك حالة من الرضا، لأني لا تفعيل لمنظمات حقوق الإنسان ولا تفعيل للانتهاكات والجرائم ولا محاسبة للمجرمين. فأصبحنا يا سيدي كأننا بغابة، فأوطاننا مطاردين، فأوطاننا مناش قيمة ولا شأن ولا قيمة ولا إنسان ولا عارفين يعيشوا بأوطاننا. هل نسيبوا أوطاننا يا ناس اللي اتولدنا فيها وأجدادنا اندفنوا في ترابها؟ نروحوا فين طيب؟ نروحوا فين؟ لو كان العراق لسه بقوته كنا لجأنا لوطننا الحقيقي، كان أوانا وكان ادنا الأكل والشرب وحفظنا كرامتنا. لكن وطننا الحقيقي هو العراق حقيقة، هو ده الوطن الحقيقي لكل عربي ولكل إنسان عنده شرف. فوطننا يا عمي وطننا بندبح، وطننا بندبح، وهناك حالة من الرضا، هناك رضا نعم. من الحكام العرب، ولو اتكلمنا نبقوا مجرمين وجلالات دين وعندنا، هي دي الحقيقة واضح. ورونا تقاريركم، ورونا إدانة، ورونا موقف، ورونا حتى قتل الإنسان البريء. حاسبوا المجرمين، نددوا نددوا، انتوا طول عمركم بتنددوا، نددوا والطموا الطموا في الجامعة العربية. اعملوها لنا طيب كباريه، اعملوها كباريه نرقصوا فيه وخلاص. فنطالب، نطالب منظمات حقوق الإنسان إذا يعني كان عندنا، نطالبكم بالإنسانية، نطالبكم بأن تتعلموا الإنسانية وتفعيل قراراتكم وتقدموها لمحكمة الجنايات عشان يتم القبض على المجرمين. وأنا أشكر حضرتك. شكرا 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 لك أخ مصطفى. أم عبد الله من عاصمة الرشيد بغداد، حياك الله أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله والإكرام. ليلة مباركة عليك وعلى قناتكم الشريفة وعلى كل العراق الشريف أجمعين إن شاء الله. أستاذ والله أنا أستغرب وأتعجب من المتصل يقول أني من جرف الصخر وأريد أرجع لجرف الصخر. هو اللي شو ما يعرف أن جرف الصخر هي منطقة محرمة على العراقي أن يدخلها، هي محرمة على الحكومة العراقية أن تدخلها. يعني هذا شنو؟ هذا يجيب القتل النفسي يعني، او يندب حاله حال المعتقلين في سجون الاعتقالات والتعذيب والمشاكل اللي دي اني هالمعتقل؟ يعني والله ما دي اتعجب عليهم. هذا يرجع احنا استاذ الاحتلال من صار سنة 2003، احنا كليتنا كعراقيين احنا نحكيها صراحة، ترى احنا كل شيء ما نقبل على الشيء الزين في العراق اللي احنا بعنا الحكم السابق، ما نقول صدام، الحكم السابق بنظامه وبترتيبه وقوته والاستقرار اللي كنا احنا عايشين به، واخذنا نحلم باحلام ورديه على اساس جورج بوش راح نعيش بحياه ديمقراطيه وحياه مرصهه مثل حياه الاوروبيين. كل هذا تبخرت، وهذا حال العراق وحال سوريا وحال ليبيا وحال فلسطين وحال اليمن. بنشوف شنو هذا الوضع اللي اجانا هذا الربيع العربي. هذا يا ربيع عربي يعني ربيع تدميري زين. بعدين الملف المعتقلين صار الاعتقال وصل الى كل اغلب بيوت العراقيين، يعني اذا هم اكثر المعتقلين من السنه إجا الشرع على المعتقلين من الشيعة. أي واحد يتكلم، أي واحد يحكي أنه يروح للاعتقال. بعدين الحكومة اللي من جدي هم متفقين مع الدول الأوروبية خاصة أمريكا وإسرائيل وإيران أنه لازم الوضع يكون سيء بهذا الحال.
يعني لازم ماكو احنا هاي كلها كان شعارات، والحكومه مثلا انطت الى المخبر السري حريه انه يجمع اكبر عدد من المعتقلين كلهم، ترى هم يعني ما عندهم قضايا لا ارهابيه ولا شيء، وانما اشتباك كله اشتباك بالارهاب. بعدين انه حقوق الانسان عندما تدخل السجون شوف حال المأساوية اللي بيعيشها السجين، الغذاء قليل، النوع واحد، الملح ماكو، يعني هم يريدون قتلهم. بعدين بيفتروا فترة المسجونين اللي موجودين هنا يطلعون بالكراتين مقتولين ومذبوحين ومقطعين إلى أبصار، ترى بيفترة وفترة تطلع ليش؟ لأنه هم مقربين يزيدون إبادة كاملة لا لهم يعني أثر. لهذا الحكومة ما تعتبر الملف المعتقل هو ملف ماضي، يعني ما في شيء. وحتى المعتقل أستاذ من يطلع من يطلعوه يعني على أساس بريء ما يعرف شنو الجريمة اللي ارتكبها، ولا الحكومة تقوم عملية تعويضه، أما يكون فاقد عقله وأما معوق يطلعوه أو ما يعرف حالة نفسية اللي لا. بعدين النص القانوني يقول لا اكو عقوبه ولا اكو قضيه او تهمه او عقاب الا بنص قانوني، واحنا هذا النص القانوني طبعا ما موجود. وبعدين اكو استاذ عندنا معتقلين السنه خاصه في سجون داعش استلموها العراقيين خلوهم بالسجون ما طلعوهم، وهاي حاله الامر الاكبر. وبعدين اكو عندنا مساجين عرب ومساجين اردنيين ومساجين مثلا يقومون بعمليات اصطيادهم مثل ما صادوا اهل الخليج من جوي يريدون يصيدون في المناطق الجنوبيه وخلوهم اخذوا مليارات يلا اطلقوا سراحهم، زين العراقي ما عنده مليار يطلق سراحه، لهذا اصبح. وبعدين استاذ الحكومه مالتنا كل السجون هي بيد مو من الحكومه بيد الحكومه ولا بيد كل جماعه حاسيه تريد تنتقم من السنه. وبعدين انا اقول شيء واحد، احنا كعرب بالعراق انا ما اريد اقول سني او شيعي، احنا اللي سبب في جعل هذول المعتقلين مغيدين، احنا ترى السنه والشيعه احنا اللي شاركنا بهذا الملف. وتحيه. شكرا لكم. عبد الله اسماء من دياله حياك الله اخت اسماء. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يسلمك، تحياتي لك ولكل حاضر القناة. أستاذ أسأل، إحنا قبل يومين إحنا باجتماع قبل يومين جيراننا هو سائق جيراننا سائق سيارة حمل فقط يعني يشتغل على خط العظيم، فمن شمال يشتغل على خط العظيم خطفوه. هاي يومين لا السيارة بقى ولا الولد، حتى تلفونه مقفول، يعني لا يعرفون وين أخذوه، يعني مخطوف لحد الآن ماكو مصيره مجهول، ما يعرفون عنه شيء. يعني هو لأن كردي، فكردي هو الولد، فخطفوه على طريق العظيم. وأستاذ أسأل، إحنا نازلين يعني إذا هاي الحالة هيك تبقى إحنا شلون نرجع لبيتنا؟ احنا شلون نرجع لدياله اذا يومي حالات الاختطاف والقتل والاعتقال؟ الناس شلون ترجع لبيوتها؟ نعم. انا هاي سؤال للحكومه، شلون ترجع لبيوتها؟ يعني مش وقت هاي حال العراقيين، بس هاي اللي عندي استاذ افضل. انا اشكرك. شكرا لك اخت اسماء. يعني السؤال من الاخت اسماء الى الحكومه والمسؤولين، شلون الناس ترجع لبيوتها اذا كان هو هذا حال الناس؟ وهي حجت انه اكو سائق سياره حمل على خط العظيم انخطف وما حد يعرف مصيره، وقوميه هذا المواطن، انا ما احب احكي بالقوميه لكن هي اشارت الى انه هو كردي، خلينا نقول هو عراقي ان كان كردي ولا صابئي ولا يزيدي ولا مندائي، فهو عراقي اولا واخرا. اكو تصريح مضحك للصليب الاحمر طلع وقال انه 1500 مفقود بمختلف محافظات العراق خلال عام من 2018 ل 2019.
مديرة المنظمة مديرة البعثة الفرعية للمنظمة بالعراق أنيوكا بيرنوس هي اللي قالت هذا الشيء، وأنه هي تتواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات وأسر المفقودين وتحاول جمع البيانات التامة عنهم. أنا أحب أقول لكم أنه مديرة البعثة كذبت، أنا أحب أقول لكم كذبت، لأنه لو هي صادقة ومتصلة بس برعد الدهلكي راح تعرف بتصريحة أنه أكو ما بين 250 ألف إلى مليون شخص مفقود، فهي بمن متصلة و1500 بيان الهيئة بشهر واحد تقولي 712 و37 انكتلوا، طلعي لي ب1500 مفقود، 250 ذاك اليوم ذولا طلعوهم دفنوهم منظمة مغتسل العلقمي ما لقوا غير اسم العلقمي. ما أعرف المنظمات الدولية من تطلع وتصرح هكذا تصريحات تبين لنا العراق أنه جنة من جنات الله. كان من المفترض أن يكون وياي محمود من مصر، لكن انقطع الاتصال وياه. أعتذر منك أخ محمود، وأتمنى ترجع تتصل بينا مرة ثانية حتى نسمع صوتك. لكن يعني أريد أعرف الصليب الأحمر ما سمعت تصريحات Human Rights Watch؟ مدى تشوف الناس شلون عايشة؟ مدى تشوف الكم الهائل من المعتقلين؟ ما سمعت انه بالموصل انكتلوا 40,000 واحد؟ ما سمعت انه اكو مفقودين فوق المليون؟ تطلع لي ب 1500 ناصب علينا، ناصب على الشعب، لو قابض فلوس، لانه اكو منظمه من المنظمات الدوليه قالت احنا ما كنا نقدر نرفع تقرير اذا ما يوقعون عليه رئاسة الوزراء العراقية. فلما انطلعوا لنا بهكذا تصريح وتقولوا لنا اكو 1500 مفقود، ويطلع رعاد الدهلك يقول اكو 250,000 واحد، لا متقارب الرقم جدا جدا. طبوا السجن التاجي والسجن الحوت، شوفوا اللي تنفذ بهم حكم الاعدام وش قد اكو معتقلين، وشوفوا رقمكم هذا صحيح لو غلط. فأتمنى من الصليب الأحمر أنه هي منظمة إغاثية، منظمة اشتغلت فترة طويلة من الزمن، ومنظمة معترف بها بكل دول العالم، أن تكون ذات مصداقية ويا الشعب العراقي ويا الناس. كافي ضحك على الشعب وكافي ضحك على العراقيين، ترى العراقيين مو أغبياء حتى تضحكون عليهم، حاشا لله. وأرد أقول للعادل عبد المهدي همينا قبل ما نختم البرنامج أنه أنتوا همينا خفوا، ترى الانترنت ما بقى شيء، هذا الجهاز ما بقى شيء بعيد، لما يطلعون طفل ينداس بدبابة ترى الناس تشوفه، ولما يطلعون التعذيب مالتكم الناس تشوفه، ولما يطلعون واحد تشمروه من بناية عالية وتكتلوه الناس تشوفه، ولما يطلعون واحد معلق وحاطين بطالة مي على شتافاته هم تشوفه. فكافي أنتم همين تضحكون، ويطلع لإبراهيم الجعفري بمؤتمر حقوق الإنسان الدولي ويقول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق صفر. همي أنا أقول لكم كافية. حلقة اليوم انتهت مشاهدينا الكرام، أتمنى أن تكون حلقة اليوم عجبتكم، نلتقيكم على خير بنفس الموعد إن شاء الله، إلى اللقاء.